مشتاقين لكم اليوم. حبيت اسوي لكم الشيخ المحشي مات الشجر والباذنجان. حبايب ان شاء الله طريقتي تعجبكم. هسه انا قسم حفرته هذا الشجر والباذنجان، وهسه راح احفر امامكم فد وحده من هاي الشجر. خليها تقسم احفرها. فقبل اول شيء اقشرها، شلون اقشرها؟ بس هيك بهذه بالمسننة حتى تبقى خضرة شكلها مطرها، يعني ما قشرها. شوفوا بس بالمسننة هالشكل، هاي عندي محفارة مسننة ومحفارة أخرى ما مسننة. شوفوا هذا هالشكل، هذا مكان القشر. بس نروح اللي هذه بالمسننة، بعدين نقص هاي الصفحة وهاي الصفحة أيضا نقصها ونقصها بالوسط. الحفر شلون يصير؟ هاي شوية محفارة مو مسننة، أسهل بس بالوسط. حبايبي ما ناخذ بيها هواية بالحفر، شوفوا بس شوية هذا المكان اللي بيه بذور. شوفوا هاي شوية شرقت ما يخالف، هاي شوفوا هذا بس شوية ما ناخذ بيه هواية حتى يبقى بيها طعم الشجر، يبقى بيه طعم طيب. ما ناخذ بيه هواية، شوفوا هذا هيجي. احفر لكم الاخرى هذه، اول شيء نفرها فر فر فر، يلا ندخلها. شوفوا ندخلها حتى لا تنشرك. ما ناخذ هو، شوفوا هيك الباذنجان ايضا. هذه باذنجانه، اول شيء اسوي هذه مالتها القمح اشيله، هم نقشر الباذنجان بدون قشر او نقصها اثنين ايضا، هم ناخذ بها زايد مو مثل الدولمه. الدولمه نسويها كلش خفيفه بالدولمه. شوفوا هاي هيك بالمحشي هالشكل، لان احنا بس راح نحشيها لحم. هذا الباذنجان طبعا هذا نقدر نخليه بالحشوه، واني اسوي خياره ايضا لان انا احب الخياره. اسوي لي محشيه مال خياره، يصير نخلي وياها فد خياره. خلينا نسوي الخيار هنا لان هذا ناكله، هذا نحطه بالزلاطه. هذا الخيار محشية مال خيار، يصير محشي الخيار. كلش طيبة تطلع الخيارة المحشي. هذه خيارة الأخرى كملها. خيارة واحدة وياها
اختياري. الطماطة عندنا 4 طماطات، هاي نسويها للصلصة. وحبايبي نخلي وياها فد 2 فلفل، هذا الفلفل شوية حار، أنا ما أقصه هيك، أخليه أقليه وأخليه وياه. هسه راح أروح أقليه هذا وأسوي الحشوة، هذا لازم نقليه ونسوي الحشوة حبايبي. حبايبي شوفوا شلون دا أقليه، وأنا قبل ما هذه أحط بداخله ملح هيك، من أريد أخليه بالطاوة، شوفوا أخلي بداخله ملح حبايبي. وإحنا من يستوي هذا هيك نوشله، يصير بيه دهن، يصير بيه دهن، شوفوا يصير أشقر شوية، يصير أشقر، شوفوا هالشكل. هذا نقلب داخل الملح، يصير أشقر. هذا الفلفل هم خليته ما قصة، لأن هذا حار، خاف يسوي حرر الكبسي. حبايبي هسه اكمل قلي وارجع لكم ان شاء الله. حبايبي هسه شوفوا خلصت القلي كله، هذا خلصته وبعد ابرده، وهذا الدهن كله فرغته بهاي الطاوه، يعني فرغت هنا راح اسوي الحشوه. الحشوه شنو؟ عندنا هنا لحم هذا 3/4 الكيلو، وعندي لي هذه تقريبا 200 غرام، وهذا راس بصل متوسط الحجم، هاي شويه من حشوه الشجر. فراح هسه افرغ اللي هي والبصل، اول شيء نحمسهم، ما خلي الدهن بالطاوله ابد، لان احنا قليناه كله هواي يصير دهن. هسه هذه اظل احمسها هي واللي حبايبي. حبايبي هذا ليا والبصل شويه ذبلته، طبعا بدون دهن ذبلته، راح اخلي عليه اللحم تقريبا 3/4 كيلو لحم، او اذا حتى لو عندك ربع لحم يكفي، لو عندك نص كيلو لحم يكفي. شوفوا هذا اللحم، هاي 3/4 كيلو لحم، يجوز يزيد من عندي الله يعلم، والله ربع كيلو لحم اذا عندك يكفي، نص كيلو يكفي. حبايبي هسه اذبله وان شاء الله ارجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هسه راح اخلي ملح، ما خليت ملح بالبدايه، شوفوا هذا الملح، اخلي الثوم، هذا الثوم، هذا الثوم، نحمس هذا الثوم، خلي عندنا قليل من حشوة الشجر، قليل من حشوة الشجر. تقدرين إذا لحمك قليل تقدرين تكثرين من الشجر. طبعاً هذا الشيخ المحشي ما نخلي له رز، إحنا أنا خليت ثوم وبصل وشوية من حشوة الشجر. حبايبي شو بقى نخلي؟ فلفل أسود، ملحم حطيت كامل. هذا فلفل اسود ملعقه صغيره، هاي الفلفل الاسود. واكو قسم يخلون 7 بهارات، فانت شي عجبك، اي بهارات يعجبك تخلين، احنا ما نخلي، انا ما اخلي بس الفلفل الاسود لان هواي بي طعم صار. فهذا راح تجهز، بس نخليها معدنوس، هاي رشه المعدنوس، شوفوا هذا المعدنوس، ونطفي وبعدين نخليه يبرد. يلا نحشي حبايبي، هاي جهزت ان شاء الله الحشوة، هاي الحشوة جهزت. نجي على الصلصة، الصلصة هذه مال الطماطة افورها، فورتها وخليت عليها ملعقة معجون، وبقى اخليلها ملح، اخليلها ملح، هذا الملح، شوفوا هذا الملح، هاي الملح اخليه، هم اذوق الملح مالته، واخليله قليل من الفلفل الاسود، نص ملعقة صغيرة فلفل اسود. هم نطفيه، هذا نطفيه بعد ما سبكناه شوية، وبعدين نروح نسوي الحشي حبايبي إلى أن يبرد، يبرد هذا ويبرد الحشوة وتبرد الشجر والباذنجان ونحشيه.
حبايبي هسه هاي بردة الحشوة، طبعا هاي ما نخلي لها رز بس لحم قلت لكم وبصل وثوم والبهارات انت بكيفك. فراح نحشي هاي، انا بس فلفل اسود خليت، اكو يخلون كاري، اكو يخلون سبع بهارات، طبعا هم نساعدها باصبعنا لانه بس بالخاشوق والملعقة. طبعا هاي اذا بيها رز احنا ما نحشيها زايد لان الرز يتكاثر يزيد، فنحشي وحده باذنجان وحده باذنجان وحده شجر. ندخل وحده بداخل اللخ هالشكل حتى لا تطلع الحشوه على المرق، هالشكل نخليهن متخالفات هالشكل. هشيلكم بعد اخرى، طبعا بردتها هسه بعدها شويه دافيه الحشوه. حبايبي الطبخ يراد له واحد يطول باله، يراد طول خلقه وتطلع الاكله طيبه، واذا يستعجل ما تطلع طيبه الاكله، لازم على كيف الانسان. ايش يقولون فلان نفسه طيبه بالاكل، معناته يطول خلق بالاكل بالطبخ. شوفوا ندخله هيجي، خلي راسها جوا هالشكل ونخليها. هسه حبايبي اكمل لكم اياها وارجع لكم. حبايبي هاي الصلصه فورتها، شفتوها خليت لها معجون وطماطم، وراح اخلي لها فد ملعقه سكر حتى تتعادل، هاي ملعقه سكر حتى تتعادل الحموضه، واخلي لها شويه حامض، يعني السكر الباذنجان خاف يذب مروره فالسكر يعادل. هاي شويه حامضها، اذا حامض وسكر وملح يصير كلش طيب. حبايبي هسه هاي وعمل لوب، هذا سكر راح اخلي على الصلصه على تبسي مالتنا، هذا راح نخليه بالفرن. انت تقدرين تطبخيه، طبعا خليت له ثوم، هذا الثوم شوفوا احنا نحب الثوم، اكو ناس يعني ما يخلون الثوم ما يعجبهم الثوم، اذا ما يعجبك الثوم لا تخليه، قلت انت وذوقش البهارات بذوقك شي اختياري. طبعا هاي راح نخليها بالفرن قلت لكم، وتقدرون تطبخون بجدر على الطباخ، بس هيك من تصفط احسن يعني بتفسي بالفرن. ان شاء الله تعجبكم هاي الطريقة، قلت لكم هذا شيخ المحشي شيخ الشيوخ، ما بي بس لحام ما بي روز. خليه ان شاء الله بعدين من يجهز كامل ان شاء الله نخلي له المعدنوس، بعدين هعلي فلفلات حارات، هاي فلفل حارة ما قدرت اقطعه بس هيك اخليه فوقها بس ينطي شوية نكهة، لان يعني عندنا اطفال ما نقدر نسوي حار. حبايبي هذا الشكل النهائي لأكلتنا اليوم، شيخ المحشي الباذنجان والشجر. تقدرين تسوين باذنجان بوحده او شجر وحده، وسوينا وياه الرز ابو شعريه ويا هذه الحبشكلات البصل والخيار والفجل حبايبي، وان شاء الله تعجبكم. واشكر متابعتكم حبايبي، وهذا غدانا اليوم، وتفضلوا ويانا وشوفوا شلون استوى، كلش استوى ان شاء الله، وسهمكم العافيه حبايبي. شوفوا 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 شلون شلون استوى، تقدرين تزيدين الصلصه بيه، يعني احنا قليله الصلصه مو سوى، يعني اذا عجبك الصلصه زيدين الصلصه بيه. شوفوا هذا اكلتنا اليوم، وهذه اكلتنا اليوم، ان شاء الله تعجبكم. وحبايبي لا تنسوني باللايك والاشتراك، واشكركم على المتابعين والمشتركين الجدد، واشكركم على التعليقات الحلوه حبايبي. وفي امان الله وألف عافية إن شاء الله، وإلكم ونلتقي إن شاء الله في طبخات جديدة.